بس المتأكدين منه انه في تكملة لدور جاد بالجزء الثاني. هوني كل العالم حتكون مبسوطة مني بالجزء الثاني، ما في احكيك اكثر من هيك، بس شوف كاركتر تطور شخصية اكثر بالجزء الثاني، يعني حيكون اركز، حيكون اكثر واعي، العصبية تبعه حتأثر على خط الشخصية بالجزء الثاني. حنشوف مع مين حيتعارك هالمرة من بعد ما تعارك مع كذا حدا. بالجزء الأول شفنا هواية جاد وهي قيادة الدراجة النارية، وبيلبس طريقة كتير كول، يعني فينا نقول إنه هو من نوعية الطايشين بشخصيته عكس إخواته الباقيين. قولي لا يلي بالبيت ماني جاي على العشاء. شو بدي أقول لهم؟ قولي له فليت ومعطيت التقرير. الكاركتر بعروس بيروت تطور الشخصية كان كتير حلو. بحياتنا كتير نحنا تمرق معنا هيك ظروف، ما منكتشف العالم على حقيقتها إلا بعد ما يكون في شوك كبيرة. الشوك هون كانت الموتو والحادث تبع الموتو. وهالحادث القوي خلاه يعرف قيمة الحياة ومين بيحبه عن جد، اللي من أبرزهم بسمة. أصلاً كل اللي عملناه نحن لأنه منحبهم، لأنه خايفين عليهم، ما بدنا إياهم يضلوا هيك. جاد حيرجع يفكر انه مزبوط هي كانت تحبني كل الوقت، وحنشوف انه حيبلش يصير في غيره. لا بعدين شو حيصير. يعني فعلا انا اكتر حاجه بتشدني في اي عمل درامي عموما هو تطور الشخصيات مع تطور الاحداث في نفس الوقت، وفعلا جد اتمكن من الموضوع ده جدا، واداؤه يعني يمكن من حلقه لحلقه بتشوفي تغيير كامل معاه وتطور بشكل كبير جدا. ولو خدتوا بالكم كمان موضوع الغيره اللي ابتدى يعني يبان بشكل كبير قوي، وبالتحديد لما فعلا صاحبها عزمها على عيد ميلاده حلقه امبارح بالتحديد. ايه هلا هنشوف شو حيصير كمان بالجزء الثاني. ربنا يستر.